السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي راح يكون فيه تلت وصفات سهله مهله وما يشدوش الوقت بزاف في المطبخ. راح يكون فيه طبق رئيسي مملحه وتحليه، فبدون اطاله حبيبات نمر مباشره ونشوفوا المقادير وطريقه تحضير الوصفات تاعنا تاع النهار. مرحبا بكم مجددا احبابتي. اول حاجه راح نحضر امامكم الطاجين اللي راح يكون بالخضره والكفته، تكون يجي رائع. فانا هنا راح ندير 3 مغارف كبار تاع زيت زيتون، تقدروا ديروا زيت نباتي اللي متوفر عندكم. راح نضيف عليه حبه تاع بصل متوسطه قطعتها بهذا الشكل. راح ندبل البصل مع زيت زيتون ونضيف على البصل تاعي بعد ما يدبال حبه تاع بطاطا حجم صغير. الكميه هذه حتى هي راح نخليها تدبال شويه مع البصل. نضيف هنا عندي فلفله حمراء، كميه تاع فلفله حمراء قد حبه صغيره، مقطع رقيق. كما قلت لكم هذا طاجين بالخضره وكريات اللحم. نزيد نضيف على الخضر نتاعي، هنا عندي حبة باذنجان حجم متوسط حتى هو قطعته بهذا الشكل. راح نخلط مليح المكونات اللي عندي ونضيف حبة طماطم مبشورة حجم صغير مش كبيرة بزاف. انا درت لكم بالكمية تاع هاد الغامكة، وكل وحدة تدير على حساب عدد افراد العائلة نتاعها. انا هاد الكمية تكفي لست اشخاص. وكما شفتوا حبيباتي تبلت بالملح والفلفل الاسود. راح نخلط الخضره نتاعي مليح ونغطي عليها ونخليها تطيب غير في الماء نتاعها. وفي هذا الوقت راح نتبل امامكم اللحم المفروم اللي راح نضيفوه للخضر نتاعنا. فانا حبيباتي كما راكم تشوفوا عندي كميه نتاع لحم مفروم ما يعادل 150 غرام. راح نضيف عليها هنا عندي نص ملعقه تاع هريسه، كمية نتاع معدنوس مفروم ما يعادل 2 مغارف كبار. نتبل بالملح والفلفل الأسود نزيد ربع ملعقة صغيرة نتاع سكنجبير، نص ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو، ربع ملعقة صغيرة نتاع قرفة، وربع ملعقة صغيرة نتاع الكركم. إذا حبيباتي كما شفتوا أني تبلت الكفتة نتاعي، وراح نشوف الطاجين نتاعي للخضرة طابت ولا لا. هنايا الخضرة نتاعي بدا يدخل لها طياب. راح نضيف عليها ملعقة صغيرة نتاع طماطم مصبرة ونحلها غير في الماء اللي طلقاته الخضرة اللي عندي. شتو ما حطيناش الماء في الطاجين، الخضرة طيب لي غير في الماء نتاعها. وراح نبقى نشكل كريات نتاع اللحم المفروم حجم متوسط ونضيفها الخضر نتاعي. كما شتو حاجة خفيفة ظريفة ما تشدش الوقت. كما قلت لكم هذه الكمية تكفي لست أشخاص. حبيباتي أنا حنعمر الطاجين تاعي بالكفتة ونغطيه ونخليها تطيب على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. وفي هذا الوقت راح نمر ونشوفوا طريقة تحضير المملحة تاعنا تاع نهار اليوم. إذن البنات كما شفتوا خليت الطاجين تاعي طيب على نار خفيفة، وراح نحضر أمامكم العجينة اللي نحتاجوها في المملحات. هنا عندي 250 ملي حليب دافي، تقدروا ديروا الماء دافي نتوما واش تقدروا عليه. راح نضيف نص ملعقة كبيرة نتاع سكر، نص ملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز،
فانا راح نخلط الخميره والسكر مع الحليب حتى يذوبوا. هنا من الاحسن ما نضيفوش الملح مباشره. كي تذوب لي الخميره راح نضيف نص ملعقه كبيره نتاع الملح وحبه بيض بدرجه حراره المطبخ. فانا هنا راح نخلط المكونات نتاعي ونبقى نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. اذا بنات هذه هي العجينه اللي نتحصل عليها هنا. راح نكورها ونغطيها ونخليها تخمر لمده نصف ساعه ونرجع ونشوفوا طريقه تشكيل المملحات تاعنا تاع النهار. هاي العجينه تاعي بعد ما خمرت كما قلت لكم تشد غير نص ساعه. اذا كان عندكم المطبخ حامي راح ما تشد وقت كبير. فانا هنا راح نشكلها امامكم. راح نحل العجينه تاعي على شكل دائرة كبيرة، السمك تاعها يكون شوية رقيق. وهنا حباباتي بعد ما حليت مليح العجينة تاعي هنا راح نشكلها على شكل هلال. فراح نجيب صحن حجم كبير. هنا إلا تبغوا ديروا حبات صغار تقدروا ديروا حبة صغار، أنا راح ندير حبة كبيرة. فجبت صحن كبير، تقدروا تكبروا الحجم نتاعه ولا تصغروه نتوما وما تبغوا. نقطع الدائرة بهذا الشكل وبقايا العجينة راح نخليها جانبا بعد ما نغطيها باش ما تكوليش القشرة، ونخليها جانبا كما قلت لكم باش نزين بها الهلال نتاعي. فأنا هنا راح نعاود نجيب صحن واحد آخر وبه نشكل الهلال نتاعي بهذا الشكل، طريقة جد بسيطة. وانا هنا حبيبتي نعطيكم بعض الافكار كيفاش تعمروا الهلال نتاعكم. هنايا الفكره هي الاهم، وعمروهم كما تبغوا. فهنا راه عندي صلصه الطماطم وتجهزتها من قبل، صلصه الطماطم نتاع البيتزا. راح نحط طبقه خفيفه، راح نزيد جبن مبشور. هنا الجبن اللي درته جبن موتزاريلا، تقدروا ديروا غير الجبن السائل تطلوه فوق الهلال نتاعكم. راح نزيد شرائح الفلفل الحلو الوان بيتزا خفيفه ظريفه. هنايا لعبنا غير في الشكل نتاعها، غيرناه ودرناه على شكل هلال. نزيد نضيف حبيبات تاع زيتون اسود، تقدروا ديروا تونه ولا شويه نتاع كفته، شويه نتاع دجاج تكونوا طيبتوه من قبل وبقى لكم من الطاجين. المهم الافكار تتعدد، وصدقوني حتى بهاد الطريقه وتجي رائعه. وهاد العجينه اللي بقات لي راح نشكلها كويرات صغار، نحشيهم بجبن الموتزاريلا بهذا الشكل ونزين بهم الهلال نتاعي. هنا البنات كما راكم تشوفوا راني شكلت الفريات نتاعي اللي كنت حشيتهم بجبن الموتزاريلا، وراح نستفهم في اطراف الهلال نتاعي بهذا الشكل، طريقه سهله وبسيطه. وحتى المكونات اللي فيها كما شفتوا ماشي حاجه كبيره. فانا احبابتي هذا هو شكل الهلال نتاعي. راح ندهن الكريات بصفار البيض ونرش عليهم شويه نتاع جنجلان والسانوج، وندخل البيتزا نتاعي في الفرن لاني مسخنتها على 180 درجه، نخليها تطيب ما بين 20 حتى 25 دقيقه. وفي الوقت اللي البيتزا تاعي تكون تطيب راح نحضر امامكم الوصفه الثالثه واللي هي تحليه منعشه. اذا حبيباتي راح نحتاجوا للتحليه تاعنا اللي راح تكون كريم ديسير بذوق البرتقال. هنا عندي 600 ملي نتاع حليب، راح نضيف عليه كتمار كبار نتاع بودره الشانتيي، زوج مغارف كبار نتاع نشا الذره، ونضيف 3 مغارف كبار نتاع السكر. وراح نسم التحليه تاعي بمركز البرتقال ولا لاغوم تاع البرتقال. هنا عندي قد ملعقه كبيره نتاع مركز البرتقال. راح نخلط المكونات عندي مليح ونحط الكاسرولة تاعي فوق النار تكون متوسطه.
ونبقى نحرك حتى نتحصل على قوام كريمي. هنا ملاحظة، مركز البرتقال اللي نخدمو به عصير البرتقال راح متوفر في محلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات، ولا ماشي متوفر عندكم مركز البرتقال تقدروا ديروا غير لاغوم نتاع البرتقال اللي هو المستخلص نتاع ذوق البرتقال. فحباباتي هيا الكريمة نتاعي بعد ما جهزت خليتها تطيب على نار متوسطة وبقيت نحرك باش ما تلصقليش وما تنحرقليش من التحت، وكما شفتوا زدت قد نص ملعقة كبيرة نتاع ماء الزهر راح يعطي ذوق رائع للتحلية نتاعي. فانا هنا حباباتي راح نعمر الكؤوس نتاعي، الكمية هذه تكفي من 6 حتى 8 اشخاص. فهنا بعد ما عمرت الكؤوس نتاعي هنا راح نضيف اضافة تقدروا ما ديروهاش لما كانت عندكم متوفرة، تشينا ولا كليمونتين صحة ما عندكمش عادي. انا هنا كانت باقيت لي هادو 3 حبات ما كلوهمش صغار عندي، فقلت علاه ما نضيفهمش في التحلية نتاعي. فانا حباباتي راح نضيف هاد البراج نتاع كليمونتين في وسط التحلية نتاعي وندخلها تبرد في الثلاجة لمدة ساعتين حتى 3 سوايع، قد ما تبرد تجي منعشة اكثر. حبيباتي هما لا الوصفات تاعنا تاع نهار اليوم جاهزين امامكم. طاجين اللي كنت درته بالخضره واللحم المفروم راني نزين فيه بشويه نتاع معدنوس تكون يجي رائع كما راكم تشوفوا، الصلصه حتى هي جات عقده، ما زدنا لا ما لا والو، الخضره واللحم المفروم طابوا في الماء نتاعهم، والبيتزا اللي درناها على شكل هلال حتى هي كما شفتوا حاجه خفيفه ظريفه. هنا غيرنا غير الشكل وحتى العجينه تجي رائعه صدقوني، خفيفه قطنيه حتى الكريات جاوني خفاف من الداخل صدقوني، عجينه كيما نتاع البريوش. والتحليه اللي كنت حضرتها بمكونات بسيطه كما شفتوا هذا هو القوام نتاعها، كريمي صدقوني تجي رائعه ومنعشه. فحباباتي ان شاء الله الوصفات تاع نهار اليوم تجربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. تهلاو في رواحكم وصحه فطوركم، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.